السلام عليكم ورحمة الله عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. سمحوا لي غبرت عليكم غي الوقت والظروف. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الكيك غزال بزاف وسهل وصراحة ديال تحمارة الوجه. لهذا الكيك هذا غادي نحتاجه بإذن الله 4 ديال البيضات متوسطات الحجم، طبعا بدرجة حرارة المطبخ، كنضيفوا عليهم قبيصة ديال الملحة كيف ما يظهر لكم في الصورة. انا وليت كنحاول انني نجمع يعني الطريقة والمقادير في مرة واحدة باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنحركهم جيدا حتى كي يندمجوا، كيبداو يعطونا واحد الرغوة او فقاعات. تقدروا تستخدموا الطراب اليدوي، طبعا انا الطراب الكهربائي يعني كيفيدني بانني بسرعه. ها كيف كتشوفوا كنحصلوا على هذا القوام هذا. من بعد كنضيفوا جوج الكؤوس ديال سنيده كبار، طبعا انا استخدمت الكؤوس كبار لان عندي المول كبير وبغيت الكيك ديالي يكون كبير. هنا الكاس الثاني تقطع لي المقطع ديالو. المهم انا ضفت جوج الكؤوس ديال سنيده. وكنستمر بالخلط الجيد حتى كيبدا هذاك الخليط يتبدل اللون ديالو. ويميل البياض كيف كتشوفوا في الصورة. هكا كنضمن ان الكيك ديالي غادي يتنفخ وغادي يجي عالي وزوين. حيت كل ما طلعنا البيض كيطلع معنا الكيك، هذه قاعده معروفه. كنضيف ساشي ديال الفاني من حجم 8 غرام. وغادي في كاس ديال الحليب، طبعا نفس الحجم اللي عبرت به السنيده واللي غنعبر به الزيت وهو نفسه اللي غنعبر به الدقيق. وكاس ديال الزيت. هذا الكيك صراحه كيجي غزال بزاف وكيجي لذيذ لانني غادي ندير فيه الفواكه الجافه. كيجي رائع وكيجي من الداخل ناشف، يعني ما كيجيش كيجي منفوخ وناشف. وكنعاود نحرك جيدا عفوا. كنضيف هنا نصف ملعقة صغيرة ديال القرفة وهنا تقريبا نصف ملعقة ديال قشور الليمون محكوكين. نتوما عارفين القرفه ونسمه الليمون كيتواتاو بزاف. هنا شديت فواكه جافه، ديروا اللي عندكم. انا درت شويه ديال اللوز شويه القرقاع وقطعت شي 3 او 4 ديال التمرات طريفات صغار. وطبعا اللوز والقرقاع حمرتهم باش يجيوني مقرمشين. كيف كتشوفوا ضفت عليهم هنا دقيق. الهدف من هذا الدقيق هو اننا من نحطوا او نكبوا هذه الفواكه الجافه على الكيك ديالنا ما يهبطوش لتحت. وكنخليهم على جنب وكنحرك جيدا باش تندمج هذيك القرفه وهذاك مع الخليط ديالي.
جمعت الجوانب، لان القرفه كانت لصقت لي في الجوانب ديال الاناء اللي كنخلط فيه. كتجي ديك النسمه ديال القرفه مع الليمون مع اللوز والقرقاع رائعه بزاف وغزاله. كنبدا نضيف الدقيق. الدقيق انا درت هذاك العبار ديال الكيسان، درت تقريبا جوج الكيسان عامرين مملوئين مزيان. على حسب الدقيق اللي عندكم تقدروا ديروا جوج الكيسان ونصف. المهم انا درت جوج الكيسان عامرين مزيان، غربلتهم وغادي نضيف ثلاثة ديال الخمارات من حجم 8 غرام. كيف كتشوفوا غادي ندير القليل من الطحين في الغربالة او لا في عفوا في المهم في الصفاي، المهم غتعاونيه في التغربيل باش نضمن ان داك الخمارات ما يبقوش مكورين ليا. كنضيف الثالثة هنا، وكنبدا كنخلط العناصر. كنخلط بهذه الطريقة قبل ما نشغل التراب باش ما يطرش ليا داك الدقيق. ها انا ضفت الكمية الثانية، الطحين درناه على يعني على على جوج المرات. كنشد المول ديالي كندهنو بالزبدة كيف كتشوفوا، كندهنو جيدا باش ما تشدش او تلصق ليا الكيك ديالي. وكناخد الزنجلان يكون ما محمرش، غير كنقيوه كنديروه هو في المول عوض الدقيق، يعني كنرش به المول ديالي على هذه الطريقه هذه. وكنشد هذاك التمر والقرقاع واللوز اللي سبق لي ودرت لهم الدقيق، كنغربلهم من داك الدقيق وكنضيفهم على الكيك ديالي. كنخلي هذه هي اخر مرحله باش ديريكت نكب الخليط ديالي في المول. وكنخلط جيدا، وكنكب داك الخليط في المول ديالي. كيف كتشوفوا كتجي داك الفواكه الجافه يعني متوزعه في الكيك كله وما كتهبطش لينا القاع ديال المول. هذا هو سر الدقيق. طبعا انا سخنت الفرن ديالي على 180 درجة. كندخل الكيك حتى كتطيب طيب وتنفخ مزيان. من بعد ما درت الكيك كله في المول كنضيف قليل من اللوز اللي قطعته طريفات، تقدروا تهرمشوه انا قطعته بالموس على الوجه ديال الكيك قبل ما ندخلها الفرن. كيف ما قلت لكم سخنت الفرن ديالي على درجة 180، كندير اللوز بهذه الطريقة وكندخلها الفرن. ها هو من بعد ما خرجتها من الفرن كيف كتشوفوا ما شاء الله كتجي غزالة وكتجي عالية. غادي نوجد هنا تعاود معايا
الفيديو ديال الكيك مني خرجته من الثلاجه او عفوا من الفرن. كان وجد مهم عندكم كونفيتور كتصفيه وكتخدموا به او لا ناباج او لا اللي عندكم. انا صوبت ناباج بيتي سريع اللي هو السكر والماء ونكهه الليمون. كنخليه حتى كيبدا يعقد شويه وكندهن به الوجه ديال الكيك باش كيعطينا داك اللمعان ما تكونش ناشفه. كندهنها كلها من الجوانب ومن السطح ديالها او الوجه. كندهنها جيدا يعني ماشي غير هنا. كناخذ غلاساج او صوص شوكولا اللي عندكم. هذا الغلاساج هو اللي سبق لي حضرت معكم في العديد من الوصفات. انا دائما كنخليه عندي في الثلاجه. كنسخنه في بامعغي وكندير خطوط على هذا الشكل. هذا منين كيكون الغلاساج موجود عندكم في الثلاجه كيسهل عليكم، سواء بغيتو ديروه فوق الكلاص او لا سلطة فخوي او لا لي كيك. كنستمر بهذه الطريقه. طبعا التزيين اختياري، زينو باش ما بغيتو. كنحاول نبط دوك الدميعات من الجوانب. صراحة كيك كيجي غزال ورائع. كنتمنى تجربوه وتردوا ليا في لي كومونتير. وصراحه راه سريع التحضير، يعني ما فيش لي زيتاب بزاف. بالضربه كتوجدوا الخليط وكتدخلوه للفرن. تقدروا توجدوه للكوتي الفطور الا جاي عندكم شي ضياف. هنا كندير الكيك ديالي في الثلاجه حتى كيبرد مزيان وكنخدمه بالصحه والعافيه. كيف كتشوفوا كيجي رائع رائع. كنتمنى انكم تدعموني كيف العاده وتبارطاجوا الفيديو ديالي، وما تنساوش جيم لانها كتدعمنا وكتطلع لينا الفيديو. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم كيف العاده. مرحبا بكم معايا وكنتمنى تستناوني في فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.